covering the neck till the end of the neck. If you look at his hair, it has wave. It's not straight, like the hair of Jesus, Son of Mary. Son of Mary hair is like Americans' hair. Silky, smooth. His hair, sallallahu alayhi wa sallam, not tough, but was wavy. And not wave to make the look bad. No, wave, it gave a beautiful touch to that. And he used to split the hair from right side or left side, but at the end of his life, he used to bring it back or to split from the center, from the middle. So anyway, he used to do, if you do like him, that's okay to about sallallahu alayhi wa sallam. طيب كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالجعد القطط زي اللي احنا عندنا ان المسيح الدجال شعره جعد قطط يعني زي الافرو امريكان اللي هو الطف قوي يعني اللي هو النوع بقى اللي بتشوفه ما تعرفش ده يعني سبحان الملك الخلاق بس ده له ميزه كل حاجه لها ميزه حسب البيئه اللي انت فيها تجد كل الأوروبيين والمناطق الباردة ينمو الشعر كثيف على الرأس مسترسل وذلك لحفظ الحرارة للمخ الشعرات متلاصقة فيكون الشعر متجاور فيعطي شيئا من الدفء ويكسر حدة البرد على فروة الرأس اللي هتؤثر في المخ فلا يتجمد أما بالنسبة للأفرو أمريكان شعرهم غريب كالآتي ترى الشجرة جزء واحد ثم تتفرع فهكذا أراد المولى الخالق الحكيم لمن يخلق أو يولد في أفريقيا ونحو ذلك أو المناطق الحارة ترى عدة شعرات تخرج من أصل واحد ثم تطول وتجف وتتشابك فتشكل شيء كالشجرة فتجد هنا شجرة وهنا شجرة بين جذريهما أو السوق فراغ هذا الفراغ يعطي تهوية لفروة الرأس حتى لا يصاب الرأس بالتهاب الحرارة فيموت الرجل ويغلي رأسه سبحان الله ربكم الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله did I translate this or did I not? The hair of Rasulullah صلى الله عليه وسلم was not silky, was not tough. I translated it in English. Yes, he did. Yes, he was asleep. No, he did. He was asleep. The last part. Okay, fine. That's smart. سأل النبي صلى الله عليه وسلم في شأن تلك الشعرات التي ظهرت فجأة في لحيته فقال قالوا ما الذي أظهر فيك الشيب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها يعني لما نزلت عليه سورة هود ورأى وسمع فيها النبي من الأهوال الأمم هكذا قيل وهناك من يتكلم في سند الحديث ولكنه في كتب التفسير وقوله صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول الله عز وجل فاستقم كما أمرت فشاب صلى الله عليه وسلم في سورة هود يعني مر الحديث يقول ما أنا مش حافظ الصور لكن مر الحديث يقول شيبتني هود ومر يقول لما نزل قول الله عز وجل فاستقم كما أمرت خاف النبي صلى الله عليه وسلم ومن الناس من يشيب بسبب الخوف يعني أنا أعرف رجل يعني انقلب شائبا في ليلة لأن بعض الناس أراد أن يمازحه فأفزعه فعلى الصباح كان الرجل قد شاب شعره أو يعني في خلال يومين ثلاثة كان شاب هذه آية شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت
وأيضا أخواتها. ما هي أخواتها؟ إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، الحاقة، القارعة، الواقعة، تلك صور شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. When the hair start to show up, when the gray hair or white hair start to show up on the beard and the head of رسول الله صلى الله عليه وسلم, they were few, but they were not before. So they asked him, why those hairs show up lately? He said, in one text, because of Surah, chapter of Hud in the Quran, and similarities to this. What are the similarities? Surah Al-Takwir, Surah Al-Infitar, Surah Al-Haqqa, Surah Al-Waqi'ah. These surahs, when he received them, sallallahu alayhi wa sallam, from his Lord, it affected his heart and shook his heart very hard. So, some of his hair turned white. And if you memorize Surah Al-Muzzammil, you will know that if you scare someone, if you scare him too much, or someone, he is weak in heart. If you clap next to him, he jumps. This guy quickly, his head or his hair turn white. And it could be the genes. Could be the genes. This family turn white soon, quickly. Or listen to what in Surah Al-Muzzammil. Inna ladayna ankalan wa jahim. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكان ذا الجبال كثيبا مهيلا. المهم الشاهد, يوما يجعل الولدان شيبا. ولد مات طفل صغير, فما أن يبعث, بس هيفهم, هيتبعث ويفهم بقى, مش هيبعث طفل كده ما هوش فاهم, شايف النار يروح يمشي يقول بنفسه فيها, لا هيفهم. فما ان يرى اهوال يوم القيامه حتى يشيب راسه, وهو لسه طفل صغير, ولدان لسه مولود. وقيل وان لم يفهم من شر ما يرى يشيب, ومع انه لا يفهم, مع انه لا يفهم. نسال الله ان يسلمنا واياكم. وهنا حديث ظريف. في ليله من الليالي, كانت الليلة لعائشة رضي الله عنها وارضاها, نامت وقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي, فقامت السيدة عائشة من النوم تبحث عنه صلى الله عليه وسلم. هي ما كانش عندهم مثلا لايت, ما فيش كلام. وهو أمر بإطفاء السراج قبل أن ينام, فإن كان حتى إن كان عندهم سراج, لأنه يقول إن هذه النار عدو لكم فأطفئوا السراج قبل أن تناموا. فكان نطفة السراج فتصير الغرفة سوداء. فهو قام صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل, واستيقظت السيدة عائشة فمدت يدها تتحسسه لم تجده, فمشت تبحث عنه في الظلام بيدها, فأمسكت بكعب رجله صلى الله عليه وسلم, وظنت أنه صلى الله عليه وسلم ذهب إلى زوجة أخرى في ليلته. It was the night of Mother Aisha. And in the night, while they were sleeping, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam woke up and he prepared himself to pray Qiyam al-Layl. And it was dark. They have no light night. Night light. So she woke up. She tried to feel Rasulullah. She found him not next to her in the bed. So she jumped to look for him. She thought maybe he went to another wife after she fell asleep. But she found him, sallallahu alayhi wa sallam, in sujood. She touched his heels, praying, sajid, sallallahu alayhi wa sallam. فوجدته ساجدا يبكي بين يدي الله عز وجل, weeping, sallallahu alayhi wa sallam. He was prostrating, weeping in the dark. قال, أنا في شأن وأنت في شأن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. She said, look,
What I'm worried about, and look what you are worrying about. I'm worried about that he went to another life, dunya, pure dunya. And he was worried from the day of judgment, so he prostrated himself and was weeping in sujood. صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى قال لها. He didn't say, you scare me, you stupid woman, you this, you that. And like our women, we say that to our women if we get angry. Look what he said. He said, did you feel jealous? He was so nice, so gentle. Did you feel jealous, Aisha? She said, why not? Why not one like me? She means too young and beautiful. To feel jealous of someone, not jealous of or jealous what? I need the proposition, the correct proposition. Where are the students of language? Off. Showing off, jealous of you? No. Okay, anyway. Of the other woman. Okay, she was jealous of other women that he maybe went to them.